وزي ما دكتور إيهاب أشار حاليا، إن إحنا حاليا بيتم دراسة توزيع بنج الأسنان من خلال هيئة الشراء الموحد إلى الدكاترة دايركت من خلال الأبليكيشن. هيتم عمل أبليكيشن، طبعا الأبليكيشن ده أنا كده بواكب كمان التحول الرقمي اللي موجود صحيح. حاليا. الدكتور هيدخل على الأبليكيشن، هيبدأ يسجل رقم القيد بتاعه اللي هو مسجل بيه أصلا في وزارة الصحة، هيبدأ يطلب البنج بتاعه من خلال الأبليكيشن، ولما البنج يوصل للدكتور هيدفع مصاريف شحن فقط. طب ياخد وقت قد ايه ده يا فندم؟ يعني موضوع الابليكيشن ده خلال شهرين، انما الحل الفوري اللي احنا بنتكلم بيه واللي احنا بننادي بيه اللي هو الافراج عن الشحنات المتاخره، الشحنات الجمركيه المتاخره، اوكي. واخر حاجه وبعد اتصالي طبعا مع المختصين في وزاره الصحه بالظبط من ساعه تقريبا، عرفت ان الحمد لله هيتم توريد في حدود 2 مليون كربونه بنك من بكرة أو بعده إن شاء الله. تقريبا المتوسط لاستهلاك بنج الأسنان في المستشفيات الحكومية عندنا خلال الثلاث شهور 16,000 علبة، الكل علبة فيها 50 كربولة، يعني تقريبا أنا في الشهر بستهلك 270,000 كربولة بنج. فطبعا العدد ده قليل طبعا إن هو يغطي لي جميع المحافظات او جميع، ده انا كل ده انا لسه بتكلم على المستشفيات التابعه للدوله وزاره الصحه، بالظبط احنا لسه ما ما جبناش، اتكلمتش احنا على بتكلمناش مستشفيات بقى. خاصه ولا عيادات لا لا ولا لا لا، غيره. ده الاحصائيه اللي انا بقول لحضرتك طب عليها.